الساعة 10، عاطل عن الحرية الساعة 10:30، وموتور شو الساعة 11:30. اليوم بألايف رح نحكي مع دكتور حسان يونس عن كتابه الجديد Trends of Business. دكتور يونس هو أستاذ جامعي واستشاري أعمال، واليوم كتاب جديد رح ينزل على الأسواق قريبا، بس قبل ما ينزل على الأسواق بلش كمان يتدرس بالجامعة، خلينا نحكي عنه أكثر. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك حسن يونس with one S. S واحدة حسن يا شباب. دكتور يونس أهلا وسهلا فيك. Trends of Business طبعا مثل ما اسمه بيقول، وبما أنه حضرتك استشاري أعمال، الأعمال يلي ضروري أنها تكون عم تستمر، لأنه منيح كثير أنه نبلش بس بدنا كمان نكون عم نقدر نستمر. بتصور هذا الهدف الأساسي. توقيع على الكتاب رح يصير ب 8 نوفمبر بالفور سيزنز ببيروت، بحضور وبكلمات من أهم الليدرز بالإندستريز تبعهم. هلأ بسياق الحديث إذا بدك بنحكي عنهم. فكرة Trends of Business إذا بدك بلشت، لأن أنا بشوف الماركت يلي هو السوق التنافسي كريد كاربت، لنكون نحن موجودين على الريد كاربت لازم نكون ترندي، لازم نواكب آخر صيحات الموضة. صيحات الموضة هي منا حصرية بس للفاشن، كمان بتقدر تكون موجودة لعالم الأعمال وللشركات الصغيرة والشركات المتعددة الجنسيات. فلنكون نحن موجودين على هيدا الريد كاربت أو هيدا الماركت لازم نواكب بعض صيحات الموضة. كل تشابتر من التشابترز التسعة تبع الكتاب بيقولوا شو هن الترندز يلي لازم نواكبهم. فكل تشابتر إذا ترند، الترندز يلي موجودين ببلشوا بالسي اس ار، كوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي او المسؤوليه المجتمعيه للشركات. بنرجع بنحكي عن البيج داتا، انترنت اوف ثينجز، ديجيتال ميديا، سوشيال ميديا. ما فيي انا اكون موجود بعالم الاعمال اذا ما كنت موجود بالعالم الافتراضي، يعني اذا ما كان عندي هيدا الفيرتشوال بريزنس ما رح اقدر اكون فيزيكلي بريزنت. بطل لوكس يعني، بطل شيء زياده، هيدا اتس ا نيسيسيتي، يعني كانه ما عندي تليفون بالشركه. ديفنتلي اذا مانك موجوده افتراضيا مانك موجوده، يعني اذا انا اي ونت تو سيرش فور ا سيرتن كومباني او سيرتن براند او سيرفيس شو ما كان، اذا ما لقيته اونلاين او ما لقيته ما في كريديبيليتي. صح. كمان في تشابتر فيري انترستينج اسمه اونتربرونور شيب او رياده الاعمال، كيف انا اي كان ستارت ا بزنس، وكيف لا اصلا البيج بزنسز بلشوا من سمول ايدياز، فكيف نحن فينا نكون انوفيتيف كرييتيف. كمان في تشابتر عن هذا الموضوع. في كمان موضوع بينعد انترستينج اللي هو الابرونور شيب، يعني كيف يكون انا رائد عمل من خلال ان ابلكيشن، وفي اكزامبل عن واتساب، عن اوبر، وكمان حتى عن لبنانيز كومبانيز او لبنانيز ابلكيشنز عم بيحققوا ستاردوم كثير كبير من خلال بينج ان ابلكيشن. سو عالم الاعمال عم يتغير بشكل هائل، اذا نحن ما بنواكب هذا التغيير بصير فينا مثل الشركات يلي عولت او ريلايد على الجلوري اوف ذا باست، على امجاد الماضي. ما بكفي نحن نتكل على امجاد الماضي، بدنا نشوف شو هن هدول الترندز ونواكبهم. ما في مجال للكسل بهذا العالم، خاصه بعالم الاعمال. صح. ضروري نكون جاهزين كل الوقت وعم نواكب كل شيء، والاتصال والتواصل شغله كثير مهمه بعالمنا اليوم. هاي الكتاب رح يصير يجرى توقيعه اذا ب 8 تشرين ثاني، وفي برنامج صح كثير حلو للتوقيع. مزبوط. اذا بدك هيدا شكل الكتاب يلي هو الانفيتيشن كارد تبع الساينينج سيريموني، هو شكل الكتاب مثل ما عم نقدر نشوف. اكيد حفل التوقيع رح يكون برعايه معالي وزير الثقافه روني عريجي او ريمون عريجي، نفس الاسم عنده تو نيمز. واكيد ان استراتيجيك بارتنرشيب مع بلوم بانك، نقينا بلوم بانك وبلوم بانك نقينا لان الكتاب بيعتبروه انه ترندز لازم نحن نواكبهم، وهدول الترندز لما واكبوهم كانوا هن الليدنج بالماركت الى حد ما، بالماركت ريجنلي وحتى لوكالي. فرح يكون في عندنا بروجرام اوف سبيكرز ديورينج ذا ايفنت، رح تكون مدام جوسلين شهوان هيد اوف ريتيل بانكينج كي نوت سبيكر، ورح يكون في مستر انطوان لواندوس يلي هو تشيف انفورميشن اوفيسر، الوزير نيكولاس حناوي رح يحكي عن ديجيتال ميديا از ترند، دكتور ديما جمالي رح تحكي عن سي اس ار از ترند، مستر دونالد دكاش السي اي او اوف رودستر ديك ديوك زعتر وزيد بارتر تيم وستوديو رح يحكي عن هالسكسس ستوري وكيف الانوفيشن عم بيخلوهم يكونوا ليدرز بالاندستري. دكتور فؤاد زمكحول رح يحكي عن الليدرشيب، كمان هو رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين. مستر دانيال كوفيدرالي الفاوندر اوف ان ابلكيشن كثير مهمه اسمها اون ليفري، كمان رح يحكي عن هيدي السكسس ستوري. سو كل هيدا رح يصير تقريبا بفتره ساعه ونص ببانل ديسكشن بالفور سيزونز بالجراند بول روم.
الكتاب رح يكون عنده ماركتينج استراتيجي كتير كبيرة، متوقع أنه يكون البست سيلر بالأسواق. اوريدي في 1700 تلميذ بالال اي يو بلشوا يدرسوه، اكيد بسبب الفيجن اوف الال اي يو انه يكونوا عم بيحضروا تلاميذهم ليكونوا مواكبين هدول الترندز قبل غيرهم. جاهزين للسوق. دكتور سمير ونصيف يلي هو الفايس بريزيدنت، جاهزين للسوق ديفنتلي، لان هدول الترندز مثل ما انا بقول بالمقدمه تبع الكتاب انه بياثروا على كل الاسبيكتس اوف اور لايف ستايل، من الكوفي ذات وي سيب، من الثياب يلي نحن بننقي نلبسهم، من الاشغال يلي رح نشتغلهم، يعني في نيو بوزيشنز رح يكون بالشركات لها علاقه بالانترنت اوف ثينجز، بالفيرتشوال رياليتي يلي مارك زوكربيرج عملنا قلق فيها، الفيرتشوال رياليتي العالم الافتراضي، ايمرسد ايمجز. حتى بالكتاب عم بحكي عن النيو ترندز اوف ماركتينج. طب انا اف اي وونت تو ماركت ماي براند، كيف في اوصل للنيو جينيريشنز يلي هن جينيريشن زد يلي عم يخلقوا الابل ووتش بايدهم، التابلت معهم؟ طب هيدا الجينيريشن ما فيي انا تو ابيل تو مثل ما كنت جرب اوصل للجينيريشنز اللي قبل، بدي اوصل لهم بطريقه فيها التكنولوجيكال ابيل الى حد ما. ففي نيو ترندز اوف ماركتينج، نيو ترندز اوف ليدرشيب از ويل، يعني النموذج القيادي القديم الكلاسيكي ما بقى دارج. بس مع انه هيدا صار ماست كل اللي عم تحكي عنه. صح. سميتهم ترندز. مزبوط. ترندز لان نحن ثابت الوحيد بعالم الاعمال هو التغير. يعني هلا هدول ترندز موجودين بال 2016، اكيد رح تشوف ترندز اوف بزنس 2018. يعني ترندز بوقتهم هن ماست. هن ماست، اكزاكتلي ما فينا نقطع عنهم 100%. فدائما ذي ار ابديتد، مثل ما رح يكون الكتاب ابديتد. يعني اذا بدك بالليدرشيب، كان في كلاسيكال موديل اوف ليدرشيب، هيدا الكلاسيكال موديل اوف ليدرشيب بطل هلا في يكون موجود، انه بس التوب اوف ذا مانجمنت هن بيكون عندهم هيدي سنترلايزد اوثوريتي، هي الانفورميشن الانوفيتيف ايديا المهمه لو اجت من كعب الهايراركي. يعني الشخص يلي بكعب هيدا الهيكل التنظيمي تبع الشركه اذا عنده انوفيتيف ايديا هي از ا ليدر. طيب لو التواصل بين الراس وال الموظفين او القاعده اذا بدنا نقول ما في ليدر ما ياخذ انتو كونسيدريشن شو عم بيقولوا الاشخاص بكعب الهرم اذا بدك تبع الشركه، لان الانوفيتيف ايدياز ممكن تجي من تحت، ويلي بيعمل سكسس للكومباني هو الانوفيشن. يعني اذا فيسبوك ما عملوا نيو فيتشرز، لايف ستريمينج فيتشرز، او انستغرام ما عملوا انستا مومنتس، ما رح يكونوا موجودين وذ تايم، لان في سناب شات وصل. بالماركتينج ما في انا بس حضر بيلبورد قبل بشهرين وبقول انا وين اي لونش ماي برودكت رح احط هيدا البيلبورد او دعايه على التي في، في عندنا ريل تايم ماركتينج، ريل تايم ماركتينج. اذا انت ما بعرف تلحق الوي في تون على السوشيال ميديا وقت وقت الاسبوع الموضه بباريس، تحضري ريل تايم بنفس الوقت يلي عم بيصير فيه هيدا الشو تبعهم، بتكوني عم تحضريه انت وايل يور هوم. اذا انا ماني موجود على هيدا الريل تايم سوشيال ميديا ما رح كون موجود مع الوقت، لان زبوناتي مين؟ زبوناتي هو هيدا النيو جينيريشن يلي ما بيفهموا الا هيدي اللغه. اذا كمان لمين عم تتوجهوا باي طريقه، ومين هو سوقك، وشو هو الناس يلي مستهدفون؟ صح. كمان هون دراسه بسيكولوجيه بدها تصير تشوف كيف بدك تتعامل. صح. دائما لازم نشوف مثل ما بقول دائما للتلاميذ، بدنا نشوف النيدز الوانتس الديزايرز، بدنا نشوف رغبات الزبائن اللي عم نتوجه له، مش بس حاجاتهم. المنافسه شرسه، مش انه انا بدي اشبع حاجه وبكون موجود. قد ايه هالكتاب نظري وقد ايه تطبيقي؟ سؤال بعقد، لان هيدا كنت كثير حريص عليه انا وعم بكتب الكتاب. ما فيي انا نظر عليهم للتلاميذ للجنريشن هلا، او حيالله ريدر بده يكون عم يقرا هيدا الكتاب يلي رح يصير موجود. فينا نقول انه بنعرفهم هلا، كيف بدنا نطبقهم هون؟ الاهم سكسس ستوريز موجودين بالعالم عن هدول الترندز موجودين ككيس ستاديز بقلب الكتاب. عم بحكي عن ديجيتال ميديا، طب شو تاثير ديجيتال ميديا على الحمله الانتخابيه لهيلاري كلينتون بوجه دونالد ترامب؟ في كيس ستادي عنا، اوبر، واتساب، كلهم في كيس ستاديز، مايكروسوفت، فيزا، يو بي اس. والحلو بالكتاب انه في شيء كاستمايزد على قياس لبنان، يعني اخر كل تشابتر بيخلص بكيس ستادي عن الليدنج كومباني بهيدا الترند. الكيس ستادي انا عملتها بانترفيو مع هدول الليدرز يلي كتار منهم رح يكونوا ب 8 نوفمبر 28/2 بالفور سيزونز الساعه 6 عشيه، والانفيتيشن هي بابليك. لان رح يكون عندنا الجراند بور روم بالفور سيزونز بتساعد تقريبا 800 شخص مع ريسبشن اريا. ف ايفري وان من الاودينس تبع الام تي في يلي هن يونغ اصلا، وحتى لو كانوا اولدر جنريشن they are keeping pace with these trends. فبنتمنى نشوفهم كمان بالفور سيزونز ليعرفوا what are the trends of business، كيف فينا نحن نكون موجودين على الريد كاربت اوف بزنس يلي هي الماركت.
فاذا ب 8 تشرين الثاني هو الموعد الساعه 6 6 عشيه رح يكون اول نص ساعه في ريسبشن وريد كاربت وول اوف فيم. بيرجع 6:30 ل 8 تقريبا رح يكون في توكس لهدول الليدرز يلي حكينا عنهم. ان اديشن من بعدها اكيد بصير في البوك سايننج. سو هيدا البروجرام يلي رح يكون فيري انترستينج. اهلا وسهلا فيك دكتور حسن يونس، كاتب ترندز اوف بزنس. نتمنى لك اكيد كل التوفيق، بنتمنى نكون دائما متابعين الموضه لنكون يعني بالاعمال وبكل شيء كمان، بس نكون عم ناخذ بكل شيء دائما انه دائما متابعيتها للموضه المفروض انه نكون عم ناخذ على كل حال احسن شيء بالموضه نقدر نكون عم نطبقها لنستفيد منها وليضل اذا بالاعمال لبنان على التوب ليست رائد يكون مزبوط رائد. وفي عندنا سكسس ستوريز كثير من لبنان بايونيرينج باهم المالتي ناشونال كوربوريشنز ووصلوا للعالميه كمان. اهلا وسهلا فيك. يا هلا في هلا بنرجع بنتابع مع رايزنج ستار، خليكم معنا. It takes a long time to grow an old friend. And hard times to reveal the true ones. And when it happens, that friend will be more than you expected.